صن داونز يتغلب على الاهلي بهدف مقابل لا شيء وتصدر المجموعه برصيد 7 نقاط. كابتن شريف هارد لك، مباراه اضعنا فيها الكثير ولكن لم يحالفنا للتوفيق. قدر الله ما شاء فعل. انت اهدرت الفوز، واحنا قلنا في اول مباراه الفرص في مع فريق زي ده عزيزه جدا لازم تستغلها. كان في بطء كبير جدا وبطء في التفكير في التصرف داخل منطقه جزاء صن داونز. تحس ان هم بيمسكوا كوره وعندهم لعيبه واثقه من نفسها وبيعملوا 1-2 بس بيجروك على اساس ان انت تضغط عليهم ويقدروا يعملوا كرة طويله لاي حد في مكان فاضي. انت كان عندك حماس تاني شوط، وكان عندك وجود تاني شوط، وكان عندك عرضيات تاني شوط، عملت كل حاجه في الكوره الا انك تجيب جول. العمق الهجومي بتاعك بعد ما جازفت ونزلت حسام حسن وبقى في بيرتساو، خدت بالك، وبقى في اكثر من لاعب في جوه منطقه الجزاء، بقى لك شكل انك انت ممكن تجيب هدف. توفيق وعدم التوفيق ده في التصرف داخل منطقه الجزاء ده خلاص مش يومك. التصرف هم في تسديده واحده او كذا 3-4 فرص جولهم سددوا واحده قويه جدا من ارتباكك، من عندك هزه نفسيه، انت ما عندك ثقه النهارده في نفسك وانت بتلعبهم من الفرقه دي. حاسين احنا من التعامل في الكوره، يمكن 2-3 هم اللي يقدروا يمسكوا الكوره، عندهم الخبرات ان هم ما يخلوش فرقه تاخد عليك، انك انت حاسس ان هم يقدروا في اي وقت يجيبوا فيه الجول، فجابوا الجول. يعني انت سبت النهارده منطقه الجزاء بتاعتك وانت متسيد الشوط الثاني كله، فاي كونتر اتاك اللي انا كنت بكلمك عليه انك انت ما بتفقد الكوره على طول، كونتر اتاك بيبقى صعب عليك. مش ما بتقدرش المساحات وانت بتلعب، ما مش راكز. احنا واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم في حاله ما فيش رسو كده في بدء الهجمه ونهايه الهجمه. ضغط مع اللعيبه كلها ماشيه مع بعض، اللعيبه فاهمه بعض، بتحاول تستغل الاطراف باقصى شكل، وما فيش في العمق الهجومي عندك ما يترجم ده. فهارد لك الشوط الثاني، انما دي فرقه تقيله انت بتلعبها، عندها فكره كويس قوي، عندها لعيبه كويسه جدا بيعرفوا يمسكوا الكوره، يعرفوا يسلموا ويستلموا. فانت لازم طول ما انت ضاغط عليهم كده وبتلعب معاهم كده، انت ليك الوجود، وخاصه انك بتلعب في مصر مش بتلعب هناك في صن داون. انما هارد لك، ودايما احنا في كل بطوله خدناها من السنتين اللي فاتوا دول كان الموقف كان بيبقى بهذا الشكل، وتبقى تحت ضغط، وتبقى مطالب منك في المباراه اللي جايه باذن الله انك انت لازم تفوز. فباذن الله تقدر تعوض باذن الله. وكل جيم وليه ظروفه، كل مباراه وليه ظروفها. الحكايه ما انتهتش يعني لحد كده النهارده.